كابتن ابو دهبي، يعني شايف يعني النادي الاهلي يقدر ينافس على بطوله دوري الابطال السنه دي ولا الامور هتبقى صعبه؟ لا يطلع ينافس، بس لو الراجل بعد كاس العالم ما عملش حاجه انا شايف ان الراجل ده لازم يمشي فعلا. طبعا، لان البطوله كاس العالم هتبقى صعبه. خلينا نتكلم بصراحه، وخلاص الدنيا اتغيرت يا اسلام. في سيبك بقى ان انا النادي الاهلي ما يمشيش مدرب في نص الموسم، لا انت ما تخليش الدنيا تخرب وبعد كده تبتدي تمشيه، لان الراجل ما عندوش جديد يقدمه. يعني انت بتتفرج على ماتشات، انا ده حبا في النادي الاهلي على فكره، يعني ما بتتكلمش ما بتهاجمش، لا الراجل ما عندوش جديد يقدمه. حتى في الماتشات انت ما عندكش حلول، حتى ما فيش اصلا جمله بتتعمل في الماتش، هو طريقه اللعب واحده، الشكل واحد، ما فيش تغيير، ما فيش ابداع من بعض اللاعبين في الملعب، وده اللي احنا بنشوفه الفتره اللي فاتت. بدليل حتى النهارده انت بتلعب سموحه، مع احترام السموحه هي عارفه هي بتعمل ايه، عايز تاخد بونت، لو ما كسبتش ما تخسرش، لكن الراجل ما عندوش حلول ان انت ممكن تنزل حتى بعض اللاعبين ان هي تغير لك المباراه. حتى انت لما بتتفرج على الدكه يا اسلام، انت كل اللي بره ما حدش يقدر ينزل يغير لك الملعب او يغير لك الشكل، وده اللي احنا شفناه. يعني حتى لما ابتدى يغير، نزل احمد عبد القادر اللي بعيد بقاله ماتشات ونفسيا تعبان، ومحمد زعلوك اللي هو الناشئ الصغير، فما تقدرش تلومه. حتى اللعيبه ما عندهاش ابداع في المباراه، ان تحركات اللعيبه، لو انت اتكلمت السنه اللي فاتت اللي كان بينجح كولر بعض اللاعبين اللي كان مستواهم عالي، اللي هو زي حسين الشحات، بيرستاو، لما وكهربا لما كان بينزل يجيب اجوان، لكن غير كده يا اسلام ما بتتفرجش او ما بتشوفش عند النادي الاهلي حلول في الحته دي. همم